ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ترى من هي هذه الطائفة؟ قال ابن عثيمين رحمه الله قال تكلف بعض السلف فقال إن هذه الطائفة هي أهل الحديث، وهذا ليس بصحيح. لما؟ لأنه إن كان المقصود من قولهم لأهل الحديث هو من اعتنى به رواية ودراية، فإنه سيخرج أهل التفسير وأهل الفقه، فيكون في هذا القول حصر لأهل الحديث في هذه الطائفة، وبالتالي فإن شيخ الإسلام ابن تيمية على قولهم ليس من هذه الطائفة، ولا يمكن أن يقول أحد بهذا. وإذا قال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الحديث بل من أحفظهم، قال كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله فليس بحديث، فهو رافع راية الحديث. وإذا قال ابن عثيمين رحمه الله قال فتنازعوا في الإمام أحمد هل هو من أهل الحديث أو من أهل الفقه، فقال الفقهاء إنه فقيه، وقال أهل الحديث إنه محدث، فلا يصح أن يقال مثل هذا القول إلا إن أريد بأهل الحديث معنى العام، وهو أن يدخل فيه كل من تبنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وتعليما وتطبيقا ودعوة، سواء كان من المصطلح عليهم بأنه من المحدثين أو لم يكن. هذا شيء من كلامه رحمه الله. وهؤلاء السلف الذين ذكرهم رحمه الله الذين قالوا بهذا منهم الإمام أحمد، قال رحمه الله إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال ذلك ابن المديني، وقال ذلك البخاري رحمهم الله، وهذا يكون قولا لهؤلاء المحدثين كالإمام أحمد والبخاري والمديني، وابن المديني أعلام في الحديث. لكن هل المقصود من كلام هؤلاء أنهم هم أهل الحديث صناعة، وبالتالي يخرج عدد كبير من علماء الأمة من هذه الطائفة؟ هذا محل استفهام. القول الثاني وهو عن ابن المديني يخالف قوله الأول، قال إن المراد بهذه الطائفة هم العرب، والمقصود من العرب هم العرب الذين دخلوا في الإسلام، وليس المقصود عموم العرب. ويستدل على ذلك بالرواية الأخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل الغرب على الحق، والغرب هو الدلو الذي يستقى به، والعرب هم أهل الدلو. القول الثالث وهو قول للنووي رحمه الله، قال إن المراد بهذه الطائفة ليس أناسا مخصوصين، وإنما هم عموم أفراد هذه الأمة، منهم المفسر، منهم الفقيه، منهم المحدث، منهم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا يكون الحصر لطائفة معينة. القول الرابع أن هذه الطائفة هم أهل الشام، ويستدلون على ذلك بالرواية التي استدل بها ابن المديني، ولا يزال أهل الغرب، والمتحدث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أين كان؟ في المدينة، وغرب أهل المدينة هم أهل الشام، وشرق أهل المدينة هم العراق. وهذا الاختلاف الراجح فيه ما قاله النووي رحمه الله، إذ لا دليل يخص طائفة معينة أو يخص أهل مكان معينين.